مامات عز الدين الشاهي اللي كل شيء عارف الحالة ديالو، اللي مهدد بفقدان البصر. ولدي كل شيء عارف المشكلة، راني كنت أصلا خارجة بواحد الفيديو مريض في عينيه بجوج، خاص كانوا خاصوني عمليات، درت ليه عملية في عين واحدة ما نجحتش لي، ماشي ما نجحتش لي، واجه واحد الميكروب في عينه، وهذاك الميكروب رفض ليه، ترفضت ليه العملية اللي كنا درنا. المهم الناس كانوا وقفوا معايا، الله يجازيهم بخير، الناس أكادير كاملين وخارج الوطن وداخل الوطن، كل شيء وقفوا معايا الناس، الله يجازيهم بخير، الله يسهل عليهم. ودابا أنا كنطالبهم باش يعاودوا تاني يتعاونوا معايا، لحقاش ولدي صافي عينيه مشات ليه، القرنية ترفضات، وكيعاني بزاف، ما بقاش كيقرا في المدرسة، جالس غير في الدار، يوميا كنديه للسبيطار، أنا خدامة غير في الميناج، راجلي مشى وخلاني سمح لي في ثلاثة الوليدات، منهم هو نيت لي مريض. المشكل ديالو هو كان تزاد عنده قرنية مخروطية، الطبيب قال لي خاصو ضروري واحد العملية، درت لي عملية، هذيك العملية كنت عطاني واحد الدواء باش نديرو ليه عامين، انا ما قدرتش نتبع ليه هذاك الدواء، الحكم ما كانش عندي الفلوس باش ناخذ الدواء، والدواء شويه غالي، دخل ليه ميكروب في عينه، كانت وحده كدير 4000 ريال وواحده اخرى كدير 100 درهم وواحده 50 درهم، ثلاثه تقطيرات من غير الفاصمه. وكان راجلي ما كانش خدام ديك الساعه، كان معايا ما كانش خدام، ما كانش كيشري لي الدواء، صافي دخل ليه ميكروب في عينه، وبقيت نتبع ليه مع الطبيب، ما جاب ما كاين حتى شي تحسن، صافي درت ليه راجلي صافي تخلى عليا، جيت هنا لأكادير السبيطار العسكري، تبعت معاهم، ما كاين حتى شي نتيجه، والناس وقفوا معايا، الله يجازيهم بخير، الله يسهل عليهم، الله يرحم ليهم الوالدين من هاد الفيديو، كنرحم الوالدين كلشي، كاع الناس اللي وقفوا معايا، الله يجازيهم بخير. دابا خاصها عمليه، دابا عطاني ورقه باش نطلع نديه للرباط، الطبيب ديالو غيعطيني باش ندير لي عمليه، خاصو عمليه يتعاود لي هذه العمليه ديال هذه العمليه اللي درنا، خاصها التعاود، وعاد العين الاخرى حتى هي خاصها عمليه، ما كيشوفش بعينيه بجوج، عنده الشوف قليل بزاف، ما كيشوفش حتى نص مترو. شحال دابا تقريبا؟ عدو كل عين فيها 3 مليون. جوج عينين، وحده ترفضت ليه القرنيه والاخرى خاصها اصلا عمليه. الصحه ديالو تدهورات بزاف، ما بقاش كيقدر يخرج من الدار، ما كيخرجش يلعب مع الدراري، ما كي صافي الدار ما كيخرجش منها، ما كيقدرش، انا في الدار وما كنعولش عليه، ضروري خاصني نكون معاه، ضروري خاصو يكون مع خوه، ضروري، وانا ديما خدامه، ما كنكونش معاه، ديما خايفه عليه، ديما خدامه وبالي معاه، وكنطالب الناس باش يتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير، الله يسهل عليهم، الله يفرحهم لما يعاونوني في ولدي، ولدي ضاع ليا، ما بقاش كيشوف بعينيه بجوج، خاصه دابا عمليه، وخاصني نطلع للرباط في هاد اليومين، ما عديش باش نمشي حتى للرباط، خاصني ضروري يتعاونوا معايا الناس، عاطيني الطبيب ورقه دابا 4 ايام باش عاطيها لي، وما قدرتش نمشي، خاصني ضروري ندي على الطبيب ديالو باش يشخص لي الحاله ديالو. خدامه انا خدامه في ميناج وكاريه، ومع راجلي مشى وخلى لي وليداتي ثلاثه، وكنمشي نخدم غير ساعتين ولا شنايا على حساب باش نجي عنده هو باش نقابله، وكاريه وعندي ثلاثه الوليدات، انا ما بغيتش الفلوس، ما بغيت حتى شي حد يعاونني في حتى شي حاجه، انا بغيت غير يعاونوني في ولدي، يعاونوني في العمليه ديال ولدي، انا غنتقاتل على حساب ولادي، ولكن بغيت ولدي ما يضيعش ليا عينيه بجوج، ما بغيتوش يضيع منهم، الله يجازيهم بخير. كنت طالب من وزير الصحه اللي يتعاون معايا ويتدخل في هذا الامور ديال ولدي، الله يجازيه بخير، الله يسهل عليه، وكنت نطالب من الناس اكادير، من جميع كاع الناس المحسنين، الله يجازيكم بخير، والله يسهل عليكم لما تعاونوا معايا، الله يفرحكم لما تعاونوا معايا مع ولدي.